دائما كان طريق شارع الشيخ زايد يأثر فيني كمعماري. في دائما مبنى هو اللي يأثر طريقة أكبر، اللي هو برج راشد. جماليته من ناحية الماتيريالز اللي مستخدمين فيها، الأشكال. لما الواحد يدرس التاريخ ما في مستحيل، سواء كمصمم سواء كمهندس معماري، لازم يطبح. وعندك مدينة اليوم بتعطيك المساحة أنك تبدع وتبرز نفسك من خلال التصاميم هذه. أنا أصمم للناس وأعشق أني أشوف مكان تتجمع فيه الناس لتبادل خبرات، تبادل ثقافات، تبادل حتى الحرف اللي بينهم. المكان اللي أنا فيه يذكرني ليش أنا معماري، يذكرني ليش أنا أحب دبي، يذكرني ليش هذه المدينة تلهمني. دبي مدينة طموحة، وهذا الشيء ينعكس على أغلبية الناس اللي موجودين في هذه المدينة. إذا في شخص وده إنه يطمح ويسوي في العالم ويقدم شيء للعالم، مدينة تحتضنه.